صباح الخير للجميع، صباح الخير دكتور. كيف حالكم؟ إن شاء الله تمام. إن شاء الله الأخبار مليحة. الأخبار مش كتير منيحة أعتقد. ليش؟ لحظة، قلت لك عن غزة صح؟ صح، ما بعرف، بس قبل شوي كان في اقتحام في رفح. إن شاء الله إنها يعني خلينا نقول كيف محاولة الكلمة الأخيرة هاي. بتعرف كيف حماس امبارح لما قصفوا كرم أبو سالم، فهدول بدهم هذا يحكوا الكلمة الأخيرة. يعني إن شاء الله إنها هيك. بعدين المجتمع اللي عندهم يعني كثير كثير زهق نتنياهو، زهق شكله، زهق تصرفاته، دمر دولتهم باعتبار إلهم دولة كانت على مستوى العالم كبيرة جدا، خربت دمرت. ما فيش رجعة، والله يعني خير. ما في رجعة. يعني اليهود، بديش أقول اليهود، إسرائيل بقت دولة قوية جدا عسكريا واستراتيجيا، وتعطي أوامر لكل دول العالم، ولا تزال على فكرة يعني، بس مش مطول هذا الحكي، لأنها استراتيجيا خسرت. ومش كلام مخبى، يعني هذا كلام واضح للجميع. وفوق كل هذا دمرت أمريكا وراها. يعني أمريكا دمرت داخليا من ورا إسرائيل. إن شاء الله بداية النهاية. إن شاء الله. فمش عارف، أنا متفائل نوعا ما، لأنه الموضوع صار كل العالم بده ينهي هاي القصة، ونتنياهو بدوش. بس إن شاء الله خير. على أي حال، نكمل إحنا في ما بدأنا المرة اللي فاتت. قاعدين نحكي عن software quality assurance و software quality management. حكيت لكم جملة المرة اللي فاتت برضو تتذكروا، إنه إذا أنت دخلت في هذا المجال ما في داعي تخترع methods واستراتيجيز. الاستراتيجيز كلها موجودة ومكتوبة، راح يعني في الشابتر الجاي راح تشوفوا الاستراتيجيز معروف، مكتوبة موثقة ومجربة، وبتعتمد على شو الشركة اللي أنت فيها وشو الإنتاج تبعها وقديش هي صغيرة أو قديش هي كبيرة وقديش البروجكت صغير أو كبير. فواحد من أهم الستاندردز اللي معروفة أو المتبعة في العالم، واللي بتعتمد على الاستاتستيكال أناليسيز للإيرورز والباجز، اللي هي 6 سيجما. وحكيت لكم من وين جاي قصة 6 سيجما، من ستاندرد ديفيشن، إنه لازم نسبة الخطأ لا تتجاوز 1 بالمليون أو 2 بالمليون. يعني نسبة الصح بدها تكون 0.999999، 6 ساعات. من هون أجت 6 سيجما. تمام، بلشت في شركة موتورولا اللي هي للاتصالات. طبعا بتعرفوا انتم الاتصالات زي جوال وبالتل وكل شركات الاتصالات اللي بالعالم بتعتمد على ترانسميشن اوف داتا، ومش يعني يكون في نسبة اكثر من اللي حكيناه، او نسبة الدقة او نسبة النجاح في الترانسميشن لازم تكون 6 ساعات. بلشت شركة موتورولا وانطلقت ومشت وصار لها ستاندردز. الستاندردز هدول لهم تو ديفرنت تراكس. التراك الاولاني اذا كانت الشركة اوريدي موجودة الشركة وعندها سوفت وير كواليتي اشورنس، او اذا كانت الشركة موجودة وبدها تعمل سوفت وير كواليتي اشورنس. هذول هن التو ديفيشنز اللي موجودات قدامكم، لكن ال3 مراحل الاولى فيهن ثبتت. المرحلة الاولى ديفاين، يعني بدنا نعرف شو الجولز والفاينل اوتكم المطلوب. 2 ميجر، بدنا نقيس الاكزيستنج بروسيس اند اتس اوتبوت. 3 انالايز الداتا. الاناليسيز هاي تبعت الداتا اوف كورس فيش مستحيل، يعني ما في اشي بالدنيا انت بتعمله بيطلعش فيه ايرورز، ما في. تمام، هلا بنعمل اناليسز. الاناليسز هاي بناء عليها وي هاف تو فيكس ذا بروبلم، اوكي، اند
ريموف ذا سورس اوف ذا ايرور، هو نسمى ذا روت كوز سورس او كوز او روت كوز ذا سيم ثينج. شو هو اللي سبب المشكله؟ ابحث طلع للجذر، شو من وين اجت هاي المشكله؟ قيم. هلا لما تقيمها اللي هي هاي الكنترول، control the process to ensure that the future work does not reintroduce the cause of the defect. هاي إذا كانت الشركة موجودة أصلاً. هلا إذا ما كانتش البروسيس موجودة، بدنا نعمل هذول الثنتين، كيف بدنا نعملهم؟ نعمل design a process to avoid the root cause، يعني بتعمل introduction لبروسيجر جديدة مشان تقيمه. اثنين، verify that the process works. فهدول بيختصروهن الأوالة في حالة ما إنها الشركة establish DMAIC define measure analyze improve control. في الحالة الثانية DMA شو DV. تمام، هذا هو السكس سيجما. هلا لو تروح على مثلا على جوجل بتحط سكس سيجما، شوف شو بيطلع لك بحالة أصلا. بيطلع طلع 6 سيجما سيرتيفيكيشن، 6 سيجما جرين بيلت، 6 سيجما مينينج، بلاك بيلت، ميثودولوجي بيلت، يلو بيلت. عاملين ال 6 سيجما زي كانها وين هدول بيجينا معكم او بمرن عليكم؟ جرين بيلت، حزام اخضر وحزام اصفر وحزام اسود، في ايش؟ كراتين. كراتين. بالضبط، في الكراتين. فهم مشان انت تتدرج في السكس سيجما من نوفيس ليفل اللي هو الليفل الابتدائي البدائي الى بلاك بيلت، يعني حزام اسود في السكس سيجما، في سيرتيفيكيشنز بدك تعملهم. وبعتقد فلسطين مش منتشر هذا الكلام، لانه ما عندناش احنا هاي الاندستري العالي اللي بدها سكس سيجما اصلا، مش منتشر. بس انا عشت في امريكا وبعرف وشفت بيعملوا ترينينجز جوا الشركة نفسها للسيكس سيجما. مرات بيجبروا الموظفين كلياتهم انهم ياخذوا السيرتيفيكيشن الاولى بالسيكس سيجما. ليه؟ فهذا هو الكونسيبت. خلينا نشوف، يلا ها هاي السيكس سيجما، يلا روح. طلع سيكس سيجما is a method that provides organizations tools to improve the capability of their business process. كيف؟ This increase in performance and decrease in process variation helps lead defect reduction. Lead to defect reduction. مش بس هيك. And improvement in profits. مش بس هيك. لما انت تكون كامبلوي ملتزم بالسيكس سيجما ستاندردز، employee morale and quality of products و services برضو improve. فالشركة بتضلها تطلع تطلع تطلع. تمام؟ يعني بالتالي في عندهم ميثودز مثبتة وهي عبارة عن استراتيجيز، وهي الاستراتيجيز أثبتت فعاليتها في كل الدول وأثبتت فعاليتها في كل الشركات. ما لها مش رابط بيجي الصورة. أقول لك هاي إيمجز عشان أوريكم كيف بيقسموا المشاكل وكيف بيحلوها. هاي هي العملية. طلع كيف؟ يعني دائما في عندك دائرة، صح؟ دائرة 6 سيجما. شو هي ال 6 سيجما؟ ليش؟ أني الشركات اللي بتستخدمها؟ شو الميثودز اللي بتستخدم فيها؟ شو البنفيتس اللي بتاخذها الشركة؟ وهكذا. تمام؟ فإذا بالتالي الاعتماد الأساسي تبعها هياتهم define measure analyze improve control. تمام، وبضلك تعيد نفس الدائره نفس الدائره. هلا في كل لفه انت شو بتعمل عمليا في كل لفه من هذول السكس سيجما؟ شو بتعمل عمليا؟ شو بيطلع معك النتيجه؟ في كل مشكله وكل ستاتستيكال اناليسيس بدك ترد تعيد نفس الكره نفس الكره. شو بدخل على البروسيس؟ شو بدخل عليها؟ بدخل عليها هاي improve، وبدخل عليها هاي
كنترول انه تاكد انه ما يرجعش كمان مره، وبالتالي انت بتضلك تمشي لقدام، بتضلك تمشي لقدام، ما فيش ليميت. بدل ما تضلك قاعد محلك وانت تعيد نفس المشاكل في نفس البروجكتس كل الوقت زي ما بصير عندنا هون. نفس الاشي نفس الاشي نفس الاشي. طب يا عمي اعملوا سوفت وير كواليتي اشورنس، كلك مكلف مصاري كثير يعني، بقدرش. لا هم بيقدروا وبوفر عليهم مصاري بالاخر زي ما انتم بتعرفوا. يعني انا بدي النتيجه النهائيه تبعت هذا الكورس لما انتم تخلصوا منه انه السوفت وير كواليتي اشورنس كوست ماني، بس at the end it saves a lot of money. مش بس شوي، كثير. مش بس هيك تعطيك كواليتي برودكت، مش بس هيك تعطيك ثقة جمهور، مش بس بتحسن الامبلويز اللي عندك والبروسيس اللي عندك، بتصير تعمل بروجكت ثاني وهكذا وهكذا. تمام، فهاي بس يعني اخذنا فكرة هيك سريعة. لاحظوا كيف انه الموضوع مش سهل، وهي الرمز تبعها 6 سيجما. هلا البيلتس، موضوع البيلتس هذا شيء ثاني. الى اخره. زي الكاراتيه عملوها، عمل عندك وايت بيلت ويلو بيلت وجرين بيلت، لعندي بلاك بيلت. البلاك بيلت 6 سيجما باخذ يعني مليون دولار راتب، مليون مليون حقيقي يعني بالسنه. تمام خلص. الان موضوع السوفت وير ريلايبيلتي. ريلايبيلتي كونسبت مر عليكم واي اكسبلايند ريل ويل في الاوبريتنج سيستم. ريلايبيلتي ريلايبيلتي ات مينز بيسكلي بالاخر بالاخر انه سمول لايكليهود اوف فيلير او eliminate the likelihood of failure. يعني it doesn't fail. طب كيف انا بدي اعمل eliminate the likelihood؟ في شيء بالدنيا بخربش؟ فيش، كل شيء بخرب. بتحط ميكانيزم so that when it fails another procedure kicks in. يعني another procedure takes over. أو another mechanism takes over when it fails. تمام؟ يعني كيف لما تقطع الكهرباء في الجامعة، لما تقطع الكهرباء، قطعت الكهرباء هاي فيلير، يعني صار في مشكلة كبيرة. في عندنا ميكانيزم إنه في عندنا محولات بتشتغل على الديزل، وأنت بتشتغل لما تقطع الكهرباء، وبالتالي إحنا بترمش عندنا تقطع تك، بترد تعمل تك بتشتغل. تمام أوكي. فالريلايبيليتي مينز، شايف software reliability unlike many other quality factors can be measured directly and estimated using historical and developmental data. Software reliability is defined in statistical terms. يعني بدنا نعمل إحصائيات، بدنا نعمل gathering للbugs وcounting للbugs وsorting للbugs. شو هي؟ as probability of failure-free operation of a computer program in a specified environment for a specific time. يعني السوفت وير ريلايبيليتي، اذا بدنا نقول هذا السوفت وير ريلايبل بنسبه 100% معناها هذا السوفت وير بيشتغل all the time 100% من الوقت بدون اي مشكله 100% هيك. طيب افرض at some point it broke، وقع، it failed. بتعد بتقول اكم دقيقه وقف او اكم ساعه وقف، بعرفش عاد. هذا الوقت بدك تحسبه من وقت الشغل والنسبة بالمية بالمية بتقل، صح؟ فمثلا على اعتبار إذا اشتغل 100 ساعة، 100 ساعة كاملة بعدين اتفل وقف ساعة، فنسبة الفيلير عنده قديش؟ 1%. هاي 1% مش مقبولة، لازم تبقى مينيموم 1 بالألف أو ماكسيموم 1 بالألف. يعني من كل 1000 ساعة تفيل ساعة أكسبتبل، أما من كل 100 ساعة تفيل ساعة مش أكسبتبل.
Do you understand? ف إذن software reliability is defined as statistical terms لذا probability of failure free operation. يعني failure free معناها operational شغال of a computer program in a specified environment for a specified time. أنت عين قديش بدك وقت، يوم، أسبوع، 100 ساعة، 1000 ساعة، قديش بدك، وتشوف قديش وقع وبتحسب الوقت هذا. مش صعب يعني. Very, very simple statistics. To illustrate, program X estimated to have a reliability of 0.9999. إيش يعني هاي؟ الـ reliability تبعته 0.999. What does it mean؟ قديش هاي النسبة؟ الـ reliability. شو زيرو بوينت ناين ناين ناين، 999 بالألف، يعني شغال 999 ساعة وتعطل ساعة، هذا acceptable، مقبول بالنسبة لهذا السوفت وير. هذا إذا اشتغل 1000 ساعة. طب إذا اشتغل 8 ساعات، اضربها في 8، قديش لازم يتعطل وبتحسب. ممنوع يتعطل أكثر من هيك بالثمان ساعات. تمام؟ أنا بديش إياها الحسابات، الحسابات تعملون بعدين أنت والشركة اللي بدك تشتغل فيها، مش شغلي هاي. فهاي الميجرز كلياتها ما بدي إياها، بس بدي تعرفوا التيرمز تبعاتها. التيرمز تبعاتها اللي هن مين تايم بتوين فيليرز. مين تايم بتوين فيليرز. ومين time to failure ومين time to repair. طلع mean time between failures mean time to failure mean time to repair. To repair معدل مين، هاي كلمة مين ما هي statistics ولا لا؟ مش أخذتوا المعدل ولا الوسط المين؟ فبحسبوا هاي الامور كلياتها. اذا مين تايم بتوين فيلرز بيطلع معانا اللي هو مجموع التنتين هذولاك، ومجموع التنتين هذولاك بنت يعني حسب الوقت اللي انت اشتغلت فيه، 8 ساعات، 10 ساعات، 100 ساعه، 1000 ساعه، 2000 ساعه، سنه، قديش بدك. ما بدي تعرفوا الحسابات، بس بدي تعرفوا هذول التيرمز. مين تايم بتوين فيلرز يعني الوقت اللي انقضى وهو شغال، صار الفيلير الاولاني اشتغل، صار الفيلير الثاني، هذا الوقت بده ينحسب، اللي هو بيطلع معك بالاخر رقم زي ال 999 هاي اللي شفتها فوق. اوكي؟ anyway. هاي بالنسبه للسوفت وير ريلايبيليتي. هلا السوفت وير ريلايبيليتي it depends on the time when the software is up and running. Which means that the software should be up and running almost all the time. يعني أنا ب minimal language بقول software doesn't fail. طبعا فيش software كل software اللي بالدنيا it fails. يعني software بالعالم موجود حاليا أنا بشوفه وأنتم شايفينه اللي هن الصواريخ اللي بضربن صواريخ. تمام؟ برضه فيهن failures. تمام، برضه فيهن فيليرز. فيش شيء يعني فيلير فري السوفت وير في الدنيا كومبليت. هلا هاي الفيلير بالنسبه لهم اكسبتبل، مقبول، هسا بيقدر يحسن عليها، بيقدروا بيحسنوا، بيقدروا بيحسنوا كاليا يوميا، ولكن اللي موجود حاليا مقبول بدليل انه تم تصنيعها واخراجها وطلعت للسوق وبتشتغل تشتغل في المكان. software safety safety وsecurity، بتتذكروا هذول الكلمتين حكيناهم قبل. لما تقول safety لها دخل في الناس، في humans، في الاسيتس، يعني سيف ما بديش لخطوره. ميه software safety is a software quality assurance activity that focuses
on the identification and assessment of potential hazard. ايش يعني hazard؟ مش قلت لكم اللي بده يتعلم سوفت وير كواليتي اشورنس لازم يكون شاطر بالانجليزي؟ هذول الكلمات ثابتات وبتكررن، وهن هن هازارد معناها خطورة، إشي خطر بيؤدي ل injury if it fails. تمام، هاي هازارد. إذا أنت بدك تمنع السوفت وير إنه يؤدي إلى damage أو injury، ليه؟ modeling and analysis process is conducted as part of software safety. Initially, hazards are identified and categorized by criticality and risk. For example, some of the hazards associated with a computer-based cruise control, اللي هو هذا بالسيارة, for an automobile, maybe. أولاً, causes uncontrolled acceleration that cannot be stopped. اثنين, does not respond to depression or brake. ثلاث, does not engage when the switch is activated. شو هدول؟ اعطاك اكزامبل، بقول لك السوفت وير تبع الكروز كنترول، الناس اللي ساكوا سيارات ومعهم رخصه بيعرفوا شو الكروز كنترول، مش هيك؟ مين بيعرف شو الكروز كنترول بالسياره؟ raise hand please. If you know cruise control بالسيارة اعمل raise hand. If you don't raise your hand. ولا واحد بيعرف؟ مستحيل. طيب أسألكم السؤال بالعربي، عمرك أنت طلعت في سيارة ثبتت السرعة على 70 وظلت السيارة ماشي 70؟ If yes, raise hand. أو 80 أو 40 أو 50، مينيموم 40. لا ما عمري ثبت السرعة بصراحة. تتثبت ولا لا؟ مش في عندك على الستيرنج كبسات اسمهن كروز كنترول؟ بعرف قصدي، ما عمري جربته أساسا. اوكي. الكروز كنترول بيشتغل كما يلي، بدك اشرح لكم كروز كنترول، مش يعني الكروز كنترول بيشتغل كما يلي، تكبس الكبسه كروز كنترول، شو يعني؟ يعني خلي كمبيوتر السياره يسوق مش انت. بتقول له يا حبيبي يا كروز كنترول هاي كبسه ستارت، ثبت السرعة على 70، بثبتها على 70، بتضلها السيارة ماشية 70، طلعت طلوع، نزلت نزول، راحت يمين، راحت شمال، بضلها ماشية 70 لحد ما أنت شو تعمل؟ تدعس بريك. إذا دعست تاتش بس، if you touch the brake بيفصل الكروز كنترول، بصير التحكم إلك، برجع بصير أنت تسوق في دعسة البنزين. طبعا أنت وأنت تسوق وهي السيارة ثابتة على ال 70، انت ما بتدعس بنزين ولا بتدعس بريك، ولا مين اللي بدعس بنزين وبريك؟ كمبيوتر السياره. هذول اتفه سيارات على فكره، يعني مش جديد هذا الحكي، له 30 سنه، 30 سنه. طيب بقول لك في الكروز كنترول، اذا انت عملت كروز كنترول وصار يعمل اكسلريشن، يعني قاعد بيزيد بالسرعه وانت مش عارف توقفه، هاي ايرور بتصير. بتصير. اثنين، اذا انت دعست دعسه البريك وما ردش عليك ما وقفش، يعني شو معناها؟ بده يضل ماشي 70 حتى لو في قدامك هازاردز، بده يضل ماشي 70 وهو ما ردش عليك لما دعست بريك، يعني انت بتدعس بريك وهو دعس بنزين بتقاوم فيه، مصيبه موت هاي فيها. او انت كبست الزر انه اكتيفيت شغل كروز كنترول وما ردش عليك، هدول كلهم فيليرز وموجودات وبصيرن، يعني مش انه من الفضاء جايات، لا. اوكي. او انه لما بده يتسارع او يتباطأ العمليه بطيئه، برضه هذا الحكي بيؤدي لهازارد، يعني لو انت دعست دعسه البنزين في اجرك اسرع.
هدول كلياتهم فيليرز. اوكي، هل هاي الفيليرز بتؤدي الى سيفتي بروبلمز، او هل هي هازارد انه انت تدعس دعسه البريك مشان تطفيه وما يطفيش يا حبيبي، او انت داعس بريك وهو داعس بنزين بده يمشي؟ كثير كثير صارت، مش شوي يعني، مئات المرات. احضروا فيديوهات وتفرجوا، يقول لك انا جيت ادعس بريك، السيارات صارعة دعسة بنزين بزيادة أكثر. طبعا هاي المشكلة مش في الزلمة، المشكلة في الكروز كنترول إلى آخره. هذا بيؤدي إلى سيفتي بروبلمز. There are many many other softwares that cause safety problems. إذا من الأساس all of these safety issues must be categorized up front. يعني لازم يقعدوا اثنين او ثلاث او اربعه يعملوا برين ستورمينج ويشوفوا شو البوتنشال ايرورز اللي ممكن تصير، حتى لو انك ضامن انت انه مش راح تصير، بدك تكون ماخذ بعين اعتبارك انها بدها تصير. ليه؟ because of safety issues. يعني الناس اللي بدهم يستخدموها انت بتعرض حياتهم للخطر. افرض نتيجة لحادث زي هذا، صار أول حادث، صار ثاني حادث، صار ثالث حادث، بيعرفوا فورا إنه السبب الكروز كنترول، هاي الشركة بتوكل الهواء كروزك. صارت بعدة شركات. بعدين هلا الكروز كنترول تقريبا ايرور فري، تقريبا يعني فيش ايرورز فيه. ليش؟ قد ما صار في ايرورز قبل، وحسن وطور وحط ريلايبيليتي، وحسن وطور وحط ريلايبيليتي وحسن، بالاخر هيو خلص يعني. هلا احتمال انه اركن علي يعني it is reliable. اوكي. although software reliability and software safety are closely related to one another, it is important to understand the subtle difference between them. Software reliability uses statistical analysis to determine the likelihood that the software failure will occur. يعني احتمالية الخطأ قديش؟ واحد من ألف، واحد من مليون، إلى آخره. However, the occurrence of failure does not necessarily result in a hazard or a mishap. يعني لما يصير الفيلير مش بالضرورة إنه ناس تتأذى وتموت يعني. في software يعني software safety examines the ways in which failures result to conditions that can lead to a mishap. اوكي، يعني الفيليرز اللي صارت من السوفت وير بتؤدي الى حوادث. That is, failures are not considered in a vacuum, but are evaluated in the context of the entire computer-based system. يعني انت ما بتيجي تفحص الكروز كنترول لسيارة ماشية دغري 24 ساعة على طريق سهل، مش هيك، مش هيك الفيليرز، بدك تفحصها في كل الانفايرمنتس. فبالتالي هاي الفحوصات وهاي العمليات، شركات السيارات في إلهن أماكن خاصة، مدن مدن وجبال وأنهار إلهم خصوصي بس مسكرات مشان يعملوا تيستينج. جود. أخيرا وليس آخرا، لأن هدول إحنا اللي بنركز عليهم، الأيزو 9000. سمعتوا في الأيزو 9000 ستاندرد؟ لأنه جامعتنا لا إحنا 9000 برضه أخذت الأيزو سيرتيفيكيشن. يعني شو يعني أيزو سيرتيفيكيشن؟ يعني مشينا حسب الكواليتي أورجنايزيشن ستراكشر والكواليتي أوف ذا بروسيس، وهي ثابته وسستينبل وفيها امبروفمنت، بتاخد سيرتيفيكيشن ساعتها. تمام. A quality assurance system may be defined as the organizational structure, responsibilities, procedures or processes, and resources for implementing quality management. يعني اللي بده ياخذ سيرتيفيكيشن في الكواليتي اشورنس، سواء كان مؤسسة لها دخل في التعليم أو لها دخل في الصناعة أو لها دخل في السوفت وير انجينيرينج، السيرتيفيكيشن هاي لها دخل في الاستراكشر تبع الشركة، يعني الهيراركي كيف مشكل، البروسيجرز والبروسيسز،
البروسيجرز، يعني لما مثلا بدك تجيب حدا جديد يشتغل بالشركة، أو لما بدك تعمل ديبارتمنت جديدة، أو الاجتماعات وكذا وكذا. والبروسيسز الطرق، مثلا شو هي البروسيس مشان أنت تسجل طالب جديد، هاي بروسيس معزول منها الناس، البروسيس لحالها. أوكي، فبالتالي هدول الأشياء كلها بدهم تغيرين. Quality Assurance Systems are created to help organizations ensure their products and services satisfy the customer expectations. كيف؟ By meeting their specifications. إذن Software Quality Assurance Practices أو Standards اللي هن موجودات ولعلمكم ثابتات، تغيرنش. لإيش هدول؟ To improve the customer service أو the product اللي بتعطيه للكاستمر. To a point where the customer is always satisfied، يعني الكاستمر دائما مبسوط وراضي باللي أخذ وبسعره. تمام؟ فعندك الايزو 9000 ستاندرد زيه زي السكس سيجما. It includes كل العمليات المطلوبة. These systems cover a wide variety of activities encompassing a product's entire life cycle. هدول الستاندردز كلهم فيهم ما يلي، عشان حكيت لكم ما فيش داعي تخترع. Planning, controlling and measuring, testing, reporting, improving quality levels to development of manufacturing process. يعني بعد ما انت يكون عندك مخطط استراتيجيا انه يكون عندك software quality assurance، وتعمل هاي البروسيسز في الشركه، وتعمل قياسات مشان تشوف قديش انت ناجح. تمام، هلا نتيجه الفيليرز اللي طلعت معك من اول راوند بتاخذهن وبتعمل elimination للسورس، وبالتالي بتعمل امبروفمنت للبروسيس، فهي continuous improvement. سمعتوا في هاي الكلمه continuous improvement؟ مش كلمه براقه ورنانه وخلص. continuous improvement معناها انت you always try to find better ways to improve. ما في اشي في الدنيا perfect، بدليل انه في continuous improvement. اذا في اشي في الدنيا perfect قولوا لي، انا ما بعرف اشي perfect. في إشي بيرفكت؟ دلوني عليه، خليني أجيبه أحطه عندي بالدار. فيش. تمام؟ وبالتالي البلانز والتمبلتس تبعت البلانز موجودات، الكنترول ستراكشر موجود، الميجرينج ستراكشر موجود، وذير ار تولز الهن هدول بطريق السوفت وير. الريبورتنج ميكانيزم والامبروفمنت برضه موجود، وفي ستيبس الهن، سواء استخدمت ايزو 9000 ستاندرد او استخدمت 6 سيجما، it will lead you to the same، مش the same يعني exactly the same، لا it will lead you to the overall conclusion of improving the quality in your organization. جميل. فهاي شغلتين انت ممكن تروح على شركه بيستخدموا هاد، وممكن تروح على شركة بيستخدموا هذاك، بس most likely هذا. إذا بتطلع برا yes ممكن 6 سيجما يكون موجود، جوا هون لا فيش. أوكي، هلا إحنا قلنا إنه الـ SQA أولها أو الـ quality أولها planning. طب يا عم هاي البلان شو فيها؟ الـ SQA plan، الـ SQA plan، الـ SQA plan provides a roadmap for instituting software quality assurance. الرود ماب يعني هاي البلان اللي بيعملها السوفتوير كواليتي اشورنس مانجر، واللي هي بدوش يخترعها اصلا لانه في ستاندردز لها. تمام، بحطها وبصير يعبي فيها بناء على الانفايرمنت والبروجكت والسوفتوير اللي كانت بيشتغل عليه. بيشتغل عليها لحاله؟ لا، كل التيم عليه، هو اللي بيشغلهم. يعني انا بتذكر في الجامعه كانوا اللي بيشتغلوا على سوفت وير كواليتي اشورنس بلان ديبارتمنت مكونه من مدير وثلاث اشخاص، هذول لما اخذنا السيرتيفيكيشن. وطبعا اشتغلوا مع كل الجامعه لانها بتطب في كل واحد، بكل بروسيس وبكل everything.
تمام. فبالتالي developed by the SQA group، لاحظ هسه الجروب اذا الشركه صغيره ممكن تكون فرد واحد يعني، بصير، مش ممنوع، لا مش ممنوع، بصير، بس هو بده يشتغل كل الشغل. Or by a software team in SQA group does not exist، يعني بيشتغلوها الجروب هذول. The plan serves as a template for SQA activities that are institution is software project. A standard for SQA plan has been published by IEEE. هاي كمان IEEE عاملة publication للستاندرد SQA plan. شو بده يبقى فيها؟ هيات من 1 ل 8. طلع قديش؟ من 1 ل 8، بس مذكورات ذكر هون. شو بده يبقى فيها هاي؟ أول شيء the purpose and scope of the plan. طبعا هم عاملين لك التمبلت جاهز، هسه روح انت على النت زي ما انا عملت، اكتب له بدي اس كيو اي بلان تمبلت فروم اي تريبل اي، بنزل لك اياه. بكون هدول كليات الشغلات موجودات فيها، وفي سب سكشنز مشان انت تفهم شو يعني. يعني طب شو يعني ذا بيربز اند سكوب اوف ذا بلان؟ في سب سكشنز بدلوك. A description of all software engineering work products. يعني بدي اقول كل الديزاينز اللي المتوقعه تطلع معك، زي السبيسيفيكيشنز دوكيومنت، الديزاين دوكيومنت، الموديلينج، الاشياء اللي انت بتستخدمها، لانه بيختلف من مكان لمكان، صح؟ صح؟ 3 all applicable standards and practices that are applied during the software process. كل الميثودز اللي انت استخدمتهم، مثلا اذا استخدمت هاي الايزو 9000 حط، اي تريبل اي حط، 6 سيجما حط. SQA actions and tasks including reviews and audits and their placement throughout the software process. كيف عملية الريفيوز بدها تتم، وكيف بده يتم عليها الكنترول. 5 the tools and methods support SQA actions. شو هن التولز اللي نستخدمهم؟ مليان سوفت ويرز، بجوز في ناس تستخدم وورد، مايكروسوفت وورد، بس دوكيومنتس مطبوعة، ناس تستخدم اكسل يعمل جايدنس واكثر من واحد يشاركوا فيه، ناس تستخدم شير بوينت فور بروجكت كنترول، شير بوينت هذا برودكت لمايكروسوفت، او يستخدموا برامج ثانيه اوبن سورس زي مثلا البجزيلا بنورجيكم اياها يعني كمان شوي. بعدين سوفت وير كونفيجريشن مانجمنت بروسيجرز، بعدين ميثودز فور اسامبلينج سيف جاردينج مينتينينج اول اوف اس كيو اي ريليتد ريكوردز. كيف الدوكيومنتيشن بدك انت تمشيها وتشتغل وتنعمل لها ريكوردينج وتنحفظ للابد. بعدين اورجانيزيشنال رولز اند ريسبونسبيلتيز، كل هاي الشغلات بدها تكون في البلان. انا بدي اكتبها سوفت وير كواليتي اشورنس مانجر لحاله، لا في عنده تيم. فلما انت تقول انا بشتغل اس كيو اي، مش هاي بتمشي على، انا بعرف شو يعني اس كيو اي. اس كيو اي شو؟ اس كيو اي مانجر ولا تستر ولا كواليتي كنترول؟ ايش اس كيو اي يعني بتشتغل؟ اعلى رتبه فيهن اس كيو اي مانجر، اللي هو مسؤول عن هاي البلان ومسؤول عن كل البروسيسز والميثودز المطلوبه. جود، هيك ان شاء الله. يعطيكم العافيه المره الجاي عشان اعمل ريكورد، نبدا بالسوفت وير تيستينج استراتيجيز. نلاحظ كلمه استراتيجيز، الاستراتيجية إز شو الفرق بين بلان واستراتيجي؟ دردشة هاي ملهاش دخل. دردشة استراتيجي على المدى الطويل. حلو، الاستراتيجي على المدى الطويل. إيش كمان أنت حكيتي؟ ثانية الاستراتيجي هي بتكون جزء من البلان. الاستراتيجي جزء من البلان. لا البلان مبنية على الاستراتيجي، الاستراتيجي لونج تيرم، الاستراتيجي إشي أكبر. الاستراتيجي يعني هي كيف بلان، تحرك البلان؟ احكي. الاستراتيجي كيف هي بدك تحرك البلان اللي مشى اللي خططته، كيف بدك تمشي فيها الرود تبعها؟ بتكون فيكسد صح كمان. 100%. الاستراتيجي از اجول، خلينا نقول سموه استراتيجي، يعني الاستراتيجية النهائية للشركة اني انا بدي اصير نمبر 2 في السوفت وير ديفلوبمنت بروجكتس، وإلها خطة كيف.
الاس كيو اي بلان بدها تتماشى مع هاي الاستراتيجي. الاستراتيجي هي الاكبر وهي اللونجر تيرم، وعادة الاستراتيجي مدتها 5 سنين فما فوق. يعني ما بيصير يجي سوفت وير كواليتي اشورنس مانجر يقول لا انا هاي مش عاجبتني هاي الاستراتيجي، بدي استراتيجية ثانية، بطروه ثاني مش ثاني يوم على المحل. انت جاي هون لسه بدك تشتغل، بدك تغير الاستراتيجي تبع الشركة. طبعا هاي الاستراتيجي بتنطبق على البوليتكس وبتنطبق على الاورجنايزيشنز وبتنطبق على كل شيء، governments everything. الاستراتيجي هاي بالحكومات بسموها الخطة الخمسية، صح؟ صح؟ الخطة الخمسية هاي استراتيجي. ممنوع يجي وزير يقول أنا بديش أعمل هيك، بطره على السريع. أو مثلا في استراتيجي كلكم سمعتوا فيها، مثلا سعودي أريبيا 2030، ايجيبت 2030، في استراتيجي مرسومة ماشيين عليها، ما فيش حدا بيقدر يجي يقول انا بديش اعمل هيك. تمام. الاردن في عندهم خطط خمسيه بيمشي كل 5 سنين خطه. فلسطين في عندنا خطط خمسيه، مع العلم انه يعني مش كثير واضحه لكل الحكومه، تقريبا كل وزاره لها خطه خمسيه. يعني انا بعرف هذا الحكي عن كثب، يعني مش كل الحكومه لها خطه خمسيه، لا كل وزاره لها خطه خمسيه، وهذا حكي غلط ما بصيرش. كيف يعني زي مثلا جامعتنا لها خطة خمسية أو خطة استراتيجية، بعدين يجي يقول لك أنت ككلية اعمل خطة استراتيجية. كيف يعني؟ كيف يعني أنا ككلية اعمل خطة استراتيجية ككلية؟ يعني أنا جزء من الجامعة، الجامعة لازم تعملها وأنا أتماشى معها. أما بدك مني إنبوت، لازم تاخذ مني إنبوت، بس تقول لي اعمل خطة استراتيجية لكلية الهندسة ما بصير. بصيرش. اقرأوا عن هاي المواضيع، هاي مواضيع حلوة وقابلة للنقاش وتطبق في الدنيا وما بتتغير، ثابتة زي ما حكى زميلكم، ثابتة تغيرش، هي هيك. تمام. يعني مثلا خلينا نقول استراتيجية دولة زي عمان. عمان استراتيجيتها الأساسية والمبدئية زيرو انمي، هاي هي الاستراتيجية. أي واحد سواء كان مواطن ولا موظف ولا وزير ولا مين ما كان، عمل أي شيء بيؤدي لخلل في هاي الاستراتيجية بضيع. تمام. مثلاً انتوا بتعرفوا سويسرا معروفة كانت منذ الحرب العالمية انها محايدة، استراتيجيتها حياد، صح؟ صح؟ ولا بتعرفوش؟ دولة محايدة، لذلك الناس تحط مصاريها فيها والى اخره، مش هاي القصة. ريسنتلي بعد حرب اوكرانيا غيروا هاي الاستراتيجية. ماشي؟ anyway المرة الجاية بنكمل Chapter 22 Software Testing Strategies. يعطيكم ألف عافية.